خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر اليونيسف حفل إطلاق تقرير نماذج رعاية الأطفال المدعومة من أصحاب العمل في مصر، التجربة والتوثيق، اللي هيجمع أيضاً شركاء التنمية في مصر حول اقتصاد رعاية الأطفال وتعزيز العمل اللائق. النهاردة هيتم إعادة عرض فيلم باب الشمس للمخرج يسري نصر الله ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية بعد عرض أول كامل العدد للنسخة المرممة الحديثة من الفيلم. فيلم باب الشمس تم تقديمه عام 2004 وبتدور أحداثه حول خليل اللي بيروي للمناضل الفلسطيني يونس الراقد في غيبوبته قصة حبه اللي جمعته منذ الصبا بابنة قريته بالخليل نهيلة من قبل الاجتياح الإسرائيلي وبعده، وحيث كان خلال فترة الخمسينيات والستينيات بيتسلل خلسة من لبنان للخليل ليقابل زوجته في مغارة باب الشمس ويعود لينضم لزملائه في تنظيم المقاومة. النهاردة هيتم انتهاء تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة لمكة المكرمة ليكتمل وصول جميع حجاج القرعة للعاصمة المقدسة.